حد يسمع شيء. ان شاء الله تنفلوا بقلبكم البعض. خذ مرتك ومشي. والله اي حلوه لاحقيني لهون مشاكلكم العمى. يلا امشوا بدي نام. عجبتني هي كنا بهدله وتقلعنا. شرفي على البيت لشوف. ليكن اخر يوم بيناتنا. ليك ما رح سامحك، ما رح اعطيك فرصه ثانيه، رح اكرهك كل عمري. طولي بالك شبكي، مش بدي احلف لك انه ما في شيء. كنت واقف عم بحكي معها مشان اهلها، مشان تصرفاتها. شبنا حبيبتي شبنا؟ شو قلت؟ حبيبتي لك حبيبتي من عيوني كمان. قديه صار لك ما قلت لي اياها؟ لك لا يا نور العيون لا. لك انت ما بتعرفي شو قيمتك عندي؟ لك اللي عم حسك عن بعده. يمكن يعني صدفت بهالفترة اني شغلت كثير. سوى حياتك هذا كله كرمالك كرمال اولادنا. قد ايه لك ما قلت لي كلمة حلوة؟ قد ايه لك ما قلت لي امشي نروح مشوار؟ امشي نتمشى بشوارع اللاذقية. قد ايه لك ما قلت لي يا حب؟ بس هيك وحياة عيونك الحلوة لأرجع مثل الأول وأكثر. المهم رضاكي علينا لك يا حب. لا يا حب لك إيه دخيلة الابتسامة شو بحبها. رايح؟ والله عندي شوية شغل يعني هيك بس ما بطول برجع. طب ما رح ترجع العشاء؟ والله يعني هيك حسب المغريات. إذا الكلام هيك معناها بس ترجع رح تلاقي طاولة نمنومة، هي وجبتين نمنومتين وشمعتين نمنومتين ومرة نمنومة. ايه ولي على حظي، ولي على حظي، إذا هيك راجي حتى لو صار زنزار بالبلد. ايه تسلمي لي أنا، هيك ها، اضحكي ها. طيب شوفي أنا هروح هلا، بس من باب المعرفة يعني، أنت بتعرفي إني أنا بحب أعرف كل شيء. مين هو هلا عم يسمعك ترطيش عني؟ مين في غيره؟ كندا مرت أكرم. والله توقعت. ليش توقعت؟ ها؟ لك لا لأنه هي مرة غيورة وسرسارة وبتغار من علاقتنا، علاقتها مع أكرم ما ظابطة، عرفتي كيف؟ لك أكرم شبو؟ نسيته لأكرم. ليش شبو؟ لك لا تقص علي ساعتين بالشيك ظاهر، خليني اروح بركي بلحقه، يلا. طيب. قطع قطر بالساحة. خلصنا ما حكيت لك صار لي ساعة ولا علي قلبي، شبك؟ منيح اللي صار لي هيك منشان ما يجي. ليش عبقري زمانه؟ لأنه أولاً أنتم كبرتوا على هالمشاكل. ثانياً هيك مشكلة بدها تحطنا بسين وجيم وشرطة ومحاكم. أنتم بدكم تفتحوا العين علينا؟ ما اللي فينا مكفينا؟ لشو صاير علينا يا حبيبي؟ لك ما كل واحد فيكم مشغول بشي مليون شغلة. لا خلص بلا فلسفة احكي لي شو صاير. الشغل كل مانو لورا وما في الا نازلين فت مصاري. ها اجاكم كلامي. قد ايه قلت لكم تعالوا نشتغل بتهريب الدخان والحديد؟ شوفوا ناصر سالم وين صار وين نحن؟ صار حوت باللاذقية ونحن فرخ سردين. دخان، حشيشة، سلاح، لا وراية السيرة اللي بدها تفتح لي اياها مرة ثانية. هذا هو شغلنا. اللي عجبه عجبه، اللي ما عجبه رح يشتغل مع هذا ناصر الكلب، مفهوم؟ شو بك فريد؟ ليش عم تحاكيني هيك؟ لأنك هلكتني بهالسيرة، لسه طالعة والناس بدك تفتحها. لك عم بتقلي اللي مو عاجبه يروح يشتغل مع ناصر؟ فهد منه قاصد، منه قاصد. لا يا سيدي بصوت، وراح أقولها للمرة الثانية، يلي مو عاجبه الباب يفوت جمال. وصلت أخوي؟ وصلت، وصلت أبو فريد، كتر خيرك. طول بالك أكرم، وحدو الله شباب. يا ريت فهمها للست مرتك. كيف بلاها عني بقى وتترك مرتي بحالها؟ فهد انتبه انت عم تحكي عن مرتي. مرتك بتضبها، ما بتتركها هيك داشرة بين الناس عم تخرب علينا عشتهم. ولك شو بك فهد؟ شو شغلي؟ راح اطلع من تحت راسه ومن تحت راس مرته الحرباية. قد ما كان ما بصير تحكي هيك، بعدين كندا مرته ونحن لازم نحترم هالشي. بعدين شو بك عم تحكي بالشغل كأنه بدك تكعره؟ لأني بعرفه بده يضل ورانا 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 نشتغل تهريب الدخان. أنا ما بناسبني هيك منو.
فيني اقعد الكمش قدامه وقاعد سميرك. عم اقول لك ما حكيت شيء. طب انت اساسا ليش عطيت سوريا؟ مو انا ما معك؟ كنت مالي وضايق اخلاقي، ما شفت حالي غير عندها، ليش معصب انت؟ لانه زلي بكلامه. قال لي عينك عينك، الا لمرتك اللي كبيت لها مي بارده من 5 سنين ما عاد بدي اياها، خليها تحل عني. لك انا كان انا اكرم اهوش، يا اخر عمري يطلع لي قرون. فشل حبيبي، والله لا يندم على كل كلمة حكاها. لك يا الله انت ليش ما عم تفهمي؟ لك اطلعي من حياته وحلي عنه بقى. انا 100 مرة قلت لك بكرهها بكرهها. لك انا 100 مرة عم لك حتى كره ما لازم تكرهيه. لك بس بدي افهم شو هالجريمة اللي عملتها حتى معصب كل هالقد؟ ما عم تقدري تنسيه ما؟ ما صحيح. بلا صحيح. لك ليش تجوزتني؟ صلي ساعتين، ساعتين ونص عم بستنى القمر لحتى يطلع. مرحبا. شو بدك؟ ما رح اخلص منك يعني؟ بدي احكي معك كلمتين. بعدين ليش معصبة؟ وطي صوتي. ما رح وطي صوتي. فيروز اترك ايدي. ليكي فيروز، اللي صار اليوم انا مالي علاقة فيه، وانتي شفتي بعيني شو انا صرت بعيدان عن اخوك عزوز، صح ولا لا؟ رامي، اذا بتريد تركني بحالي واصور الشر، هلا اذا شافنا اخوي والله بصير فيها دم. طب ليكي، انا بدي لك شغله. انا بحبك. انت اي انا شو مالي عاجبك؟ معلوماتي، انا بدي يصير عندي مطعم وبدي صير العب بالمصاري لعب. اذا وافقتي تجوزيني راح عايشك احلى عيش ونطلع من هالحار الزفت. شو؟ وانت منين معك تشتري مطعم ولا عمي راح يشتري لي مطعم؟ هو هلا ما له رضيان، بس انا راح ضل وراه لحتى يرضى ويجيب لي هذا المطعم. والله طالع منك كرامي، التاريخ معك حيه. ايه شو قلتي؟ شو بدي اقول؟ انت مجنون؟ روح عمرو، روح العب بعيد من هون. ماشي يا فيروز، انا وراكي وراكي لحتى اجيبك. بتحبها؟ حبها؟ لك أنا بعمري ما عملت علاقة مع بنت. كنت طول الوقت داير ورا المشاكل. كنت بحلم أكون مثل فهد، البنات بتحبه وعنده علاقات كتير. لك حتى سمير الخروق كان في بنت تحبه. فجأة نشت كنتها صبية حلوة، وقت برفع راسي فيها. بدل ما ترفع راسها صار راسك بالطين. طول بالك أسعى، لسه مو لهالدرجة، هي ما عم تغلط بمعنى الغلط. أنا معك بكل اللي قلته، بس نسيت شغلي مهمة. شغلك مع أبوها. لا تلف راسك، لا تلف. أنا بعرف أنك عم تشتغل مع أبوها بتهريب الحديد وشمينته. يعني معك حق، تهريب الحديد وشمينته هلأ أحسن من تهريب الدخان بكتير. عشان هيك ما عاد تقدر تترك كندا، لأنه بتسكر منجم الذهب اللي انفتح لها. شبك يا سعد؟ أنا ماني هيك. كان ما عملوا ما عملوا ما سنة، عم حاول فسر لك هي العلاقة التواطئية بينك وبين مرتك. لازم شيلها لهي الصورة من هون. ليش؟ أنا كنت حاططها عشان يكون في شيء يرداني، بس هلا ما عاد في داعي. يمكن لو كان عايش كنا غير هيك. لك شو بك يا سعد؟ نحن الصح. تأخر صبحي. ويا بنتي بيكون اجى شي مريض باخر لحظة عطله. والله هالكني بهالعيادة اخذ كل وقته. كل ما بنكون عاملين شي موعد، شي عشاء ولا زيارة، طب عليه شي مريض ما بيقدر يعتذر منه. طبيعي يا ابني، جوزك دكتور قال كل زباين وناس مخطرين. كيف لك عم؟
من قليل هالتليفون بضل عم يرن لثلاث الصبح. على هيدا مخطير وهذا اجيته نوبه وهذا مدري شو، بعلمي بيكون نايم جنبي، بعلمي بصير عند المريض. الله يرضى عليه وياخذ بيده. ايه طيب خليني امشي انا لكم، شكله ما انه جاي. هدي تعشي معنا. لا امي معلش هسه بكير، خليني هلا بلحق اروح لحالي. وليه بدي خليكي تعشي وبس يجي اخوك اسعد هو بيوصلك على البيت؟ ابوي هلا اسعد بيرجع تعبان، ما بدي غلبه، خلص بروح لحالي هسه بكير. يلا تصبحوا على خير. انت من اهله سلبي على صبحي ولا بدي؟ مع السلامه يا عمري. انتبهي على حالي. مرضية البنت ما هي؟ اي والله مرضية، ما صفي لنا غيرها بعد ما راح المرحوم احمد الله يرحمه. ما تحكي هيك، كل اولادنا منيحين. كوكب عم تضحكي علي ولا عم تضحكي على حالي؟ ولك الله يلعن المنيح فيهم، ها؟ ما صرت حدا. وانت نتعشى وقيم من راسك هالحكي. يعني سد بوزك قوم، حاضر. كيف انا شواك؟ ماشي الحال، تسلم عليك. كلهم ناح بخير. صبحي مرحبا. اهلا صبحي. اهلا صبحي. هيا انا بدكم تسمحوا لي بالاذن. تصبحوا على خير. الله معك، تلاقي الخير. تاخرت علي، كنت رايحه لحالي. ها لحالي؟ تعا تعا تعا، شو قصدك يعني؟ ما قصدي شيء سهير، يلا خليني امشي. لا هلا بدك تقول لي شو قصدك بالتلمي. سهير عم اقول لك ما قصدي شيء، لا تعملي لي اياها قصة، بعدين ما حلو وقفة المباراة، بس نصير بالبيت نحكي. يلا بيتي. ايش الساعة؟ شي 8:30. ولا شو هالشنطة؟ انا رجعت شي. شو؟ بس اعمل لي قهوة. شبي قهوة؟ ان شاء الله نعيمة. الله ينعم عليك. كيف كان يومك؟ بين من الاخ كيف كان يومي. يعني مرايح تسهر معي اليوم؟ والله يا حبيبتي تعبان وعندي عمليه بكير فلازم نام. طيب واذا قلت لك انه مرتك حبيبتك مشتاقت لك وحابه تسهر معك؟ الا لمرتي لحبيبتي انه انا فارغ وبدي ارتاح. ضبيت هالشنطة وحملت حالي وجيت لهون، دخلت على غرفة باهم ممدوح شوي، بكيت لشبعت ونقهرت وبعدين ما لقيت حالي غير نايمة هون. هلا نشرب قهوة سوا ونرجع على بيت جوزي. ارجع له؟ ما فشر بنص عين أمه؟ قال ارجع له. ما وقت جنانك نجوى، بعدين أنت ما عدتي صغيرة على الحركة، شو نسيانة عندك ولا؟ يعني أنت بترضى لي إياها إنهانة الإهانة؟ شاكر طيب وأكيد منه قاصد كلامه. يا ريت هالحكي كان صحيح، كنت سامحته وغفرت له، بس انا بعرفه لشاكر، هالحكي حكي من قلبه. طيب فكري بكلامه، بركي منه جاي من فراغ. شو قصدك ولحمه؟ لكون رجال ومالي دريانة يعني؟ ما هيك ما هيك، قصدي انه بلكي تصرفاتك الأخيرة زعجته. أي والله الأخيرة والأولى. أهلين صار. مساء الخير. تفضل. جبت لي ورقة طلاقي. نجوى بلا قلة عقل. بلا قلة عقل؟ اه يعني انا هلا صرت رجال ومجنونة كمان؟ لا تاخد على كلام مشاكل، فوت فوت تفضل. انا فايتة نام. صباح الخير، لا تزعل من نفسك.
زعلتي؟ أبدا. طيب ليش طلعتي من الغرفة وجيتي قعدتي لحالك؟ لأن مش جايني نام. شو بدي أقعد أعمل بالغرفة لحالي؟ حبيبتي بعرف إني مقصر معك اليومين. قصدك هالسنتين؟ طولي بالك علي شوي، بتعرفي إني عم مر بمرحلة كثير مهمة من حياتي وعم أسس سمعة لإلي هلا. كيفو؟ كيفو سمير؟ شو قصدك بالسؤال؟ لا ابدا، بس يعني بس منكن ما فهمت عليك. ما في شيء، بس اكيد دائما عم تلتقوا. صبحي شباك، شو جاب الموضوع هلا؟ عادي ما قصدي شيء، بس حارتكم كثير صغيره وبيت اهلك جنب بيته، وانت نزلاتك على الحاره كتراني، فطبيعي انكم تلتقوا. ها والله انا كثير طبيعي اني زور بيت اهلي، هيك بعتقد. شوف صبحي، احنا صرنا سنتين متجوزين، بس انت لهلا ما بتعرفني بهيك شغلات. انا مجرد انك تشك فيني او تلمح لي انك عم تشك فيني، قسما بالله العظيم بغراضي وبحمل حالي وبروح، ما بتشوف شيء بحياتك. طيب اهدي وطولي بالك. لك انت بتعرف كثير منيح انه بيوم من الايام انا كان عندي الخيار، ولحتى اخترتك انت معناته انا بدي اياك انت، ومن هلا وبعد 100 سنه ما راح اسمح لك بحياتك تشك فيني. خلص مثل ما بدك، ما عاد افتح تمي ولا بحرف. اساسا طارت الناعوسه وجاي على بالي اسهر شي سهره حلوه معي. ايه شو علي حبيبي؟ سهر على راحتك، تصبح على خير. عيب هالحركات صغير. ايه؟ وانت من اهله؟ قلنا لك لا. شو بدك تقاتل عند الصبح؟ صار لك شهرين ما زرته. لانه انا قاعد عم بلعب كل الوقت، مشغول يا مدام، ماني فاضي. طيب باخذ مجروده ومتغدى عنده، انت لما تخلص شغل النسويات بتبرق بتاخذنا وقبل منا تشرب كاسه شاي. امنت بالله على الانهار، بعيبته من اوله. علاء معقوله بدي اترجاك مشان تحترم اهلي؟ لك يا حبيبتي انا بحترم اهلي، ما بكرههم، صرت مليون مره قايل لك هالحكي. طيب وين المشكله لك؟ لك يا حبيبتي كل ما هنالك بانه انا ما بدي ابني يتربى بهالحاره، جو حارتكم غلط. أنا بدي مجودة يتربى أحلى ترباية. يا علا مجودة شو هاد؟ أنت جايبة هاللعبة؟ هيدي جاب له إياها خالو فهد. خالو فهد؟ شو بسلامته كان عنا؟ طمن، ما إجا لهم، ترك بيت أهلي وأنا جبتها لهم. بزمتك في رجال عائل بيجيب لولد صغير لعبة دبابة؟ بكره بيجيب له شي كلاشينكوف أو شي قذيفة. هذا واحد همجي. أخوي مانو همجي. لا يا ستي همجي. نسيتي شو عمل معي بالجامعة؟ القصة صار لها 5 سنين، والزلمة اعتذر منك شي مليون مرة، انساها بقى. لكن خلاص خلاص بقى، شيلي من هالموضوع. يلا قومي كبي لي هاللعبة بالزبالة. يلا. من كل عقلك عم تحكي؟ ايه من كل عقلي عم بحكي. اهلين كربو. اهلين عم. هذا نصيبك بالعملية شرف. كل هاد؟ شو فكر؟ عمك سعد الله ما بيشتغل شيء إذا ما كان متسام على الإيميل. إن شاء الله فكرني مثل هذا صاحبك فهد الأندبوري. بدك تغامر بشيء؟ خلي يكون على شيء بيستاهل. ما كم بلوزة وكم بنطلون وكم خفافة، حكي فاضي. والله يا عمي ما قلت له هالحكي، بس هو ما عم يسمع مني. اتركوا اتركوا، ما لك مصلحة معه. سمعت صاحبي؟ عمي بالشغل ما في صاحبي وحبيبي. سيبك منه، تعال اشتغل معي. عندي شغل بقول للميتين قوموا، شغل ليوم الشغل. شو بدي اشتغل؟ كل شيء. بعمل لك دراعي اليمين. بسلمك شغل الحديد كله، هذا غير التجارة والتعهدات. أنا أشتغل تعهدات وتجارة؟ معلوم، تجارة وتعهدات. أنت لازم تعمل محطات لكل الاحتمالات. رجل الأعمال الحقيقي ما بيتغطى بالحيف واحد. يعني أنا رح صير شغلة كبيرة؟ شغلة كبيرة أنت أكثر ما تتصور. بس بالأول بدك تترك لي هاي الولدنات. أي ولدنات؟ لك شغلك مع صاحبك فهد؟ شو صرنا ساعة عم نحكي؟ عم نغلي بالطاحون؟
ضروري يترك الشغل مع فهد؟ ضروري جدا. الشغل معي بده تفرغ، تفرغ كامل. بتحب من قلبك لا تشك بالمحبوب، بتخسر حبيب القلب وبتنكسر القلوب. بتغار غار شوي عالولد لا تزيدها، بتعرف حبيبك وفي هالنار لتقيدها، هالنار لتقيدها. بتحب من قلبك لا تشك بالمحبوب، بتخسر حبيب القلب وبتنكسر القلوب. ما عم بفهمونا هالزلمة عن جد يأسني، يعني معقول لسه ما نسي المشكلة القديمة؟ ليش هيك عم يعملنا طيب؟ طب انت جربت تحكي معه؟ لك مليون مرة، وهي وردة بتعرف، كل مرة بيقول لي لا نسيت. على كل حال لا تاكلي هم، انا رح لاقي حل للموضوع وبشكل نهائي. فهد كرمالي ما تغلط، انا قصي مشاكل. لا تخافي اختي لا تخافي. شو رح يسوي؟ ما بعرف، اخوك وبتعرفي ما حدا بتوقع تصرفاته. الله يستر ما يتصرف تصرف هيك ولا هيك. رح ظنك سلبيه زياده عن اللزوم. كيف يعني؟ يعني بتخافي من علاء كتير وبتحسبي له الف حساب. جوزي وله حق يعني؟ له حق؟ له حق يهينك؟ يهين اهلك واخواتك؟ ولو وردة؟ شو هالمنطق؟ يا روحة شو بدك يعني ساوي يعني؟ والله مثل أي مرة عندك كرامة. يعني أنا ما عندي كرامة؟ تقول خبيزة ما هيك قصدي، بس يضرب أكبر رجال بالعالم إذا قصع الكرامة. خلص وردة خلص، إن شاء الله فهد بحل القصة إن شاء الله. ولا يهمك معلم ولا يهمك، وحياتك ما حدا بياخدها غيرك، ولو أنا المسرح أمره إلى عندك بشرح لك على كل التفاصيل. أمرك معلم، طمّن من كل شيء، طمّن. الله يخليناك، مع السلامة معلم، مع السلامة. وبعدين معك يا ناصر سالم، يعني بده يخبص بكل شيء ويبلع كل شيء بدون حساب. والله بكره اذا مفتحت العين ما حدا بيروح فيها غيري. يلا اساسا انا ما فيني زعله، بتطيرني بدايه. تفضل. عفوا استاذ، في واحد ضرط على بيقابلك. مين هو؟ انا صهر. انا كيفك كيف صحتك؟ شو بتحب تشرب استاذ؟ بدنا سلامتك تفضلي. في كلمتين نحكي له على بعض، خلص شغلنا هو يخلص شغله. طيب. اهلا وسهلا. طلباتك يا سيد فهد. طلباتك انت. انا بالنسبه لي ما بدي شيء. ولا لكن شو بشان الرسائل هي اللي مبعث لي اياك اليوم؟ شو ظاهر الخانه وعم تحكي لك كل شيء؟ هي الخانه اللي عم تحكي عنها تكون اختي، ما هي؟ حتى لو كانت اختك، من عدم اللباقة بانه تنشر اسرار بيتها بين الناس. اسمع علاء. استاذ علاء اذا تريد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لك خي انت شو قصتك معي؟ تعا ضربني كفين ولا شو؟ بس اطلع من هون تبعتي البلطجية تبعوتك. انا ما بدي اضرب، مضرب بايدي هي، ما ببعت حدا، وانت اكثر الناس بيعرفوا. ان شاء الله فكرني علاء تبع زمان، هذا الشاب اللي بتخوفه بهالعضلات. فتح عينك، انا باشاره وحده من اصبعتي بحرك الامن كلهم عليك والجمارك. ولا نسيت انه انا بعرف كل شيء؟ روح حبيبي خليك بتهريباتك و
وداري على شمعته. خليها تقيد. ماشي؟ اسمعني منيح ولا لا تقطعني احسن ما لبسك الطاولة انت والامن تبعك والجمارك. وحياة عينك. ولا تقول اني رخصت. فيك تبلغ عني هلا بتخرب بيتي. بس يومتها رح تنام بالمستشفى ورجليك اثنين مقطوعين وايد ضايعة. مفهوم ولا على؟ مفهوم ولا؟ شكيتيني؟ لكن شو؟ لكن هيك من الباب لبطاق اجى لعندي وصار يهددني؟ حياة راس ابني مجد ما قلت له يروح لعنده. ليك وليه؟ فتح عيونك، انا علاء محمود. مو يجي هيك واحد كلب بدي يعلمني الاخلاق، فهماني؟ فهد ماله كلب. لك كلب وستين كلب. لا تحكي هيك على اخوي. وبي على صوتك كمان. والله انا بدي فرجيك. انت حط ايدك بايد ابوي وسيبك من فهد وسامي. شغله ما سهله. خايف منه؟ شو خايف منه وقت التانية؟ يعني إذا رحت قلت له بدي أترك الشغل شو بدي أعمل يعني؟ لكن ليش أكل همه؟ لأنه فهد رفيق عمري. أهلين رفيق عمرك. شو قصدك؟ لسا امبارح قال لك اللي مو عاجبه الباب بساع جمال. كان معصب. كمان معلش حضرته، ليش عم يتعامل معكم على أساس هو اللي معلم؟ أصلاً كل الشغل طالع من راسك وراس سمير. أنتوا اللي بتخططوا وبتسافروا وبتخاطروا وهو قاعد ورا مكتبه أمير. ما بدي تفكير حبيبي، شغلك مع أبوه هو اللي بيفيدك. كمان لا تنسى علاقاته، بكفي بيعرفك على ناصر السالم، بتصير فوق فوق الريح. لوين؟ ما بعرف ما بعرف. غبي وفقري. اسمع لي شيء، المهم صار عم يفكر بالموضوع. الله يكسر دياته بجاهل حبيبي المصطفى. لعب شو مالي؟ لعب شو مالي؟ خلاص امي، خلاص خلاص. شوفي امي. الحيوان علاء عامل فيك هيك؟ ما هيك؟ اقسم بالله انا ادمون على الوقت. لا بكرهك. لك ايش بدك؟ ما تخليه يطلع سوني عليك. فهد فهد، برحمة الغالي لا تعمل له شيء، برحمة فريد لا تعمل له شيء كرمال يوضع على امامه. خلاص خلاص. لا بدك تقول برحمة فريد. خلاص ما رحمة فريد. لا بدك تقول برحمة فريد. عم بقول لك برحمة فريد عليه. بدك تقول برحمة فريد. برحمة فريد ما رحمة فريد عليه. نحك. خلص انا بكره بروح بجيب لك اغراضك. باليومين يبعث لنا ورقه الطلاق. طلاق يا بنتي؟ احنا ما رح نقدر ورح نعيط، بس هذا ما بين اللي احنا معنا كرامه. ولسه الله ما خلقه اللي بيرفع ايده على بنتي. بدك تغامر بشي؟ خلي يكون على شي بيستاهل. ما كم بلوزة وكم بنطلون وكم خفافة، حكي فاضي. اللي سنبارح قال له يمو عاجبه الباب بساع جمال. كان معصب. كمان معلش حضرته، ليش عم يتعامل معكم على أساس هو اللي معلم؟ أصلاً كل الشغل طالع من راسك وراس سمير. أنتوا اللي بتخططوا وبتسافروا وبتخاطروا وهو قاعد ورا مكتبه أمير. ما بدي تفكير حبيبي، شغلك مع أبوي هو اللي بيفيدك. كمان لا تنسى علاقاته، بكفي بيعرفك على ناصر السالم، بتصير فوق فوق الريح. طول بالك من هالفكر الهدوء. رح انفجر يا سمير. رح انفجر دمي عم يغلي غلي. لك الموضوع بده عقل يا فهد. ها 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 بده عقل وانت اول عقل. هات شوف شو فيني اعمل فينا هذا. المشكلة علاء صار دراعه اليمين لناصر سالم. وزحطونا براسه، ممكن يفتحوا العين علينا. ومثل ما بتعرف يعني شغلنا واقف على غلطة. شو العشاء هي؟ شو العشاء هي؟ شوف سمير،
انا هيك ما بمشي الحال معي ها. السكن المداء الكوس مش جربت الا لا تعلق مع هاد ولا تواجه مع هاد ولا تحكي مع هاد. معي شيء هيها فهد ما منشاني مش هاني الشغل لك اتصبي هالشغل كله بهالمصلحة كلها اذا تحولنا لحريمات. نعم لك انا فهد اللداني يجيكم ولادي بهدلوني هيك قدام العالم ما سجلت عليهم ليه؟ عشان ما فتح عين الشرطة علينا؟ لا فوق الهاد بيجيني شايف الكلب ما فيني احكي معه ولا نضرب على اختي. لك يا فهد انت معصب وهلا كل شيء بيتقال وحل. أكرم وينه هلا؟ ليش معي بيه؟ بيكون مدقور منك من هديك المرة. هلا وقته هلا؟ روح شوف لنا وين روح ورانا مليون شغلة بشغلة روح يلا شوف. واقف عندك صار لك ساعة. شو هالشرك انت؟ حابين نخده. لا ما في قلبك لا ما صعي ما قبلدك انه انت بس تعين بحالك من المراية ما بتخاف. بزمتك بزمتك مو ناطرة شاكة تنطرك القرود عم افرق اسكنتوري ان شاء الله. ايه شو حكينا شو حكينا ست نجوى عم اولو هاي درمل درمل من هون يستر على حريمك يقطع عمرك بهالمنظر صعي مثل الضفدع الحبلك الله شلون صعي انك جاموس. اي مع حالي مجنونة انا. ليه عم تحكي معي هيك؟ اي عاملة حالك مالك عرفانة شو صاير بتمشي وبتتسهتتي بمشيتك وبتتخلوعي وبتتغندري والشباب بيتسوسحوا وكل هذا مالك عرفانة. اي اي جبت لي ورقة طلاقي. بسيطة يا شاكر يا ابن مشاكل عم تشوف حالك علي انا رجال انا ولك انا ما بكون نجوى البارودي اذا ما اثبت لك اني بنت وست البنات كمان. ليش المحل كتبتكم ولا هي حلوة اختار عندك بحرية يا ريس وروش حالك والله يعني والله والله تفضلوا شباب تفضلوا قهوه قهوتكم تفضلوا كفو كفو والله يا ابو الريك كفو. السلام عليكم. الله لا كان جاب الغلا بس عزوز وقت مشاكل شباب لا او لا عزوز لا اشوف الشباب شو بدهم يشربوا شو بدك تشرب هيك عجمي عبي الراس عجمي جيب له عجمي هو كمان جيب له ارجيله نزل له ياهون انت كبر عقله بالنهايه هيدا صاحب المحل بيصغرك انت ما بده يصغرني مقيمك ما بده على قطع راسي ما رح نزل له ياهون. ما شاء الله عليك ملاقيين شغل كتير اخي ما رح نزل له ياهون شرف سيك بايدك بطل تشتغل شو صار معك اختراع يعني هنن اختراع لا كيمياء سمعتها بالصدفة عم تشكيك لأمها وليش لحتى تشتكيني؟ أنا ماني مقصر عليها بشي لك يا ابني عم تشكي من قلة اهتمامك فيها وببنتك على طول أنت تاركة لحالها بالبيت لك ابني ما بجوز هذا الحكي ما بجوز تاركة بين أربع حيطان لحالها بس يا أبوي أنا لك خلاص لك ابني أنت وأنا بنعرف قديش نوعها متعلقة بشغلها ومتعلقة بنجوى وبعد كل شي قدمت لك يا وتركت شغلها وقعدت معك بالبيت بتروح انت بتحولها لست بيت عادية ولك ابني هذا الحكي مو مقبول هلا هي اللي بعتيتك توصل لي التهديد ولك هي بعمرها ما جابت سيرتك بالعاطي قلت لك انا سمعت حديث عرضي بينه وبين امك وجيت لحتى احكي معك بها الموضوع من رجال لرجال بس بيظهر انا كنت غلطان خلص روي مثل ما بدك بيصير انا قايم ساوي لك كاسة شاي رويا شايدك باية بشربة انت معك رجال انت السلام عليكم معلم شو جابك لهون ولا ليش تارك القهوة؟ والله يا معلم الوضع ما عاد يرحمل وما نو نظامي خير شوفه ابن اخوك رامي اذا بده يضل هيك ما راح يخلي لنا لا زبون ولا شغيل شو عامل الوسخه كل يوم بيجي على القهوه بيجيب معه زعران وبيتحرشوا بالزباين صاروا الزباين لما بده يجوا على القهوه يحسبوا له مليون حساب شو بدنا نعمل لا حول ولا قوه الا بالله مشي لشوف شو بدنا نعمل بهالحقيقه
اهلا عمي ابو الفدا، حوالي تفضل. لك حبيبة قلب عمك انت، انا واصل على القهوة، في مصيبة بدي حلها وارجع، انت خليك بالمحل لانه عايزك ضروري ضروري. ناطرتك على نهار يا كبير، الله معاك. يلا حبيبتي يلا. ليه نبيل؟ شوف طلبات الزباين. حاضر معلم. شو عملوا لا معصوف الرابع؟ على راسي عمي ابو الفدا. وقف، هات ايدك لبوسه. ادو ادو. شو عمي شو عملت؟ شو عمل مع عزوز؟ ولا ما عملت معه شيء، طلبنا منه ارجيله صح ولا لا يا شباب؟ بس وساله حتى يجيبها، شغلتنا يعني معه، غلطنا. لا تعلي صوتك ولا بالقهوه. بتمون عمي، بتمون بتمون على الرقبه. بدي احكي معك هيك بموضوع شخصي. ايه على راسي. تفضلوا شباب، درملوا من هون، يعني في موضوع شخصي بينه وبين عمي ابو الفدا. يلا بسرعه بسرعه. هذا شو؟ تفضل تفضل عمي تفضل. تعال هون، لا ما هون محلك، عاد هون. ايه بتمور؟ عاد روق. ليش معصب انت؟ روق روق. خلاص ولا روق روق عمي شباك، روق. هات لشوف ولا شو قصتك انت؟ قصة شو؟ ما بتعرف قصة شو؟ بتفوت على القهوة بتطفش الزباين، وعزوز ترك القهوة كرمالك وما عاد يرجع، ومانك تارك حدا من شرك. ولك يا ابني هاي القهوة إلى مثل ما هي إليك. هيك عمي ابو الفدا قال، بيقولوا خد وعين خد وعطي، انا بدي مصرياتي لحتى اجيب المطعم ونقطة انتهى. رجعنا على الابتزاز يعني؟ يا عمي ابو الفدا مين عم يبتزك انت؟ مين عم يبتزك؟ خلاص خلاص فهمت، مر لعندي المساء على البيت لحتى نحكي بالموضوع. وهي بوسة من شوارب ها؟ يعني وافقت؟ اتبوسك العافية. ولك ابني ايه بس انا ما وافقت، عم اقول لك مر لنحكي بالموضوع. إيه معلش يا عمي معلش، بكره رح توافق وحياة الخالقك مالي مفارقك. عقلين بكره بتشوف انك عملت زينة العقل، وهذا المشروع رح يفوت علينا كلياتنا مصاري. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. تضرب شو موجب لا نبيل؟ حاضر معلم. روح لعند عزوز قل له بيقول لك المعلم خلال 10 دقايق بترجع على القهوة، وإذا ما بده يرجع بحياته ما عاد يدوسها. أمرا. وبتقله لأبو العز كمان، قل له معلمي أبو الفدا عايزك ضروري بالرعلة. هوا معلم وصل. كمان بدنا نروح لعند نجوى نشوف شو قصتها هي وجوزها، اللي عامة والله رح يجننوني بشرفي. مرحبا. كيفك؟ أهلا حبيبتي. يا أهلين سهلين. شفتلك كتير. كيفك عمي؟ كتير. هلا حسو. كيفك شو أخبارك؟ كيف سطرت وفوتو؟ وسألكم فيه. فوتو. فوتو. معلش يا عمي أبو الفدا، أنت بترضاها لبنتك ينقل لها رجال 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 وهي تضل ساكتة؟ علي ما علي، إذا بترضاها هلا لحمل حمالي وارجع على بيته لشاكر، ذاتا أنت ما عندك بنات. لك يا بنتي شاكر غلط، غلط ما قلنا شيء. بس أنت كمان أخذتيها بحساسية زيادة. يعني العقل لازم يطلع منك ولك بنتي. أي هالحكي إله يا إله هلا إلي. والله حكيته، والله حكيته بهدلت بهدلة الله مولاها. شو قلت له؟ والله قلت له شيء كتير وكبير. يعني بهدلته؟ بهدلته وعملته قد الكمشة. برافو عمي ابو الفدا، خليه يتربى. عليك ولك بنتي. يعني هلا بدي اقول لك شغلة انا، وانا بعرف انه بتعرفيها، يعني شاكر لازم تطولي بالك عليه، لانه شاكر ما في منه. يعني انا بدي احكي لك عن شاكر، بتعرفي اكثر مني. هاي بعرف بعرف. هلا بيني وبينك عمي ابو الفدا، انا ما كتير زعلانة، بس حبيت شد له دانو لحتى ما ياخذها عاده وعلى طالعه والنازله يقول لي رجال رجال. بتقهر الكلمه بتقهر. اه يا محتاله. وانا كنت اكل همكن ومفكر القصه بدها تكبر. يا عمي ابو الفدا انت مالك غريب. اي نعم انت رجال مقتدر ولك تجربتك الواسعه بهالدنيا، بس حركات النسوان مالك فيها. لك الله يجيرنا منكن ومن حركاتكن ولك بنتي. يلا. اي لوين؟ ابو العز ناطرني بالقهوه. لك بنتي والله صحتي معك عم تساعدني. يا باطل اساتك شيخ الشباب. لك لا اني شيخ شباب ولا بطيخ مبسمر. ولك بنتي لا يصلح العطار وما افسد الدهر، والله السكر يكبرني 10 سنين. بسم الله عليك وما شاء الله عليك عمي ابو الفدا. لك حبيبه قلبي يا بنت اخوي. يلا سلامات. الله معك، مع السلامه. عين طقيت بهدله يا شاكر افندي.